وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تطرقت إلى ما شك في السنة المطهرة وأن هذا شك في الشريعة، فما حكم ما شك في حديث موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ يشمله الحكم إذا شك في حديث صحيح في البخاري أو في مسلم، أو حتى لو في غير الصحيحين، إذا صح سنده فإنه لا يجوز الشك فيه، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الشك في كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني إذا خالف هواك أو خالف رغبك تشك فيه، أو خالف رغبة فلان أو علان تشك فيه، لا يجوز هذا. نعم.